السلام عليكم. بالله اليوم نحب نحكي في موضوع مهم يهم الناس الكل اللي يخدموا في الفريلانس في تونس. فريلانس شو معناه؟ معناه عمل حر، معناه شخص ما عندوش شهرية يخدم عن طريق الانترنت يتلقى في فلوس، فهمتني؟ معناتها رزق من عند ربي. نظرا للوضعية الكارثية اللي عايشتها البلاد، خويا يخدم على روحه على الانترنت، فهمتني؟ ونظير للشغل متاعه، يخدم دي سيت ويب، يخدم فوتوشوب، يخدم على خمسات، يخدم على اي حاجة، فهمتني؟ ونظير الخدمات متاعه يتلقى مقابل مادي، توصلوا بار فيرمون على البنك ولا توصلوا كذا. اللي مش مفهوم في تونس علاش عبد ماهوش مكلف الدولة حتى شيء، ماهوش مكلف، فهمتني؟ بالعكس، هو قاعد يدخل في فلوس. كي توصلك انت فلوس للبنكة، فهمتني، توصلك فلوس للبنكة، تتفاجئ، يقولوا لك يا خويا كيفاش ومنين، وتصحح في، ولازمك تشوف تكتب لهم في اوراق وتصحح، ومن اين لك هذا وكذا. باهي يا سيدي، انا نحب نفهم القانون نتاع تونس، شنية فما قانون؟ هو فما قانون معناتها يخول لك انت كفريلانسر دخل عملة صعبة للبلاد، فهمتني؟ باش تجبد فلوسك، كان فما قانون شنو؟ حتى كي حطيت على اليوتيوب، حطيت على الجوجل، شوف، حطيت على جوجل سحب ميل فريلانس من بنك تونسي، ما تلقى حتى شيء. سحب من تونس، شو حتى الناس تحكي يحب يجبدهم هذي فلوس، وما ما نجمش، فهمني عابد، ما نجمش يجبد فلوسه، فهمتني؟ وحتى هذا في الاخر معناتها ما فما حتى شيء، ما تنجم تعمل حتى شيء، تقعد انت ما تنجمش تخدم في تونس، فماش خدم، وحتى كانت هب تتصرف البرة ما يخليوكش، فهمتني؟ معناها عبارة يا خويا اخرج من البلاد برا، وين باش تمشي؟ حتى ما تنجمش تخرج، ما فما حتى دولة ما عادش تقبل. بيه شنو هو الحل؟ معناها شنو هو الحل هنا؟ كيفاش باش نتصرف ونحنا توا كتوانسة؟ كيفاش باش نتصرف، فهمتني؟ حتى انت تحب يا خويا تطلع على القانون، معناها قانون فريلانس في تونس، ماكش تلقى حتى دوكيمون، لا دوكيمون متاع وزارة، لا حتى شيء يحكي في الموضوع، فهمتني؟ يا خويا الواحد عاش عامين، عشت ولا فوق العامين عشتهم البرة، معناتها متغرب، فهمتني؟ اخويا حليت كونت وتوصلني فلوس وسي بون، عادي، معناتها نخدم باللي كتب ربي، توصل فلوس وكذا. اخي توا وصلنا في مرحلة انك مهاجر في بلاد الناس، خير لك من تبدا مواطن في بلادك، فهمتش؟ فهمني؟ ها شو قانون القانون الفريلانسي. ما يعرف ايش حتى الواحد ما يعرف ايش. ماكش باش تلقى، معناتها باش تلقى شو جيست دي بلوج، وواحد يحكي وهذا يحكي كيفاش تخدم وبر، معناها ماكش تلقى دوكيمون حتى عملته الوزارة ولا قانون، معناتها قانون النقدي في البلاد وقانون المالية ووزارة المالية والبنوك متاعنا، كل شيء نظامهم راهو قديم برشا، قديم، فهمتني؟ لا معناتها يتحمل مسؤولية كبيرة انه الشركات متاعنا طاحت، معناتها الناس طاحت، ما عادش، فهمني؟ لازم يشوفوا لنا حل الحكاية هذي، فهمتني؟ لازم يشوفوا لنا. اخويا كان معناتها اخويا كان ما تخلوناش ناكلوا خبزة، خرجونا، خلوا نخرجوا، فهمتني؟
حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.